السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولاد. آخر درس في المنهج أنا عندي هنا بقى أتعلم المرة دي مين وبريفيو. دي عبارة عن مراجعة بسيطة. أنا عندي هنا هنا أقرأ الكلمة إزاي. بصوا عليها كده واحدة واحدة. ماركر اللي هو الماركر الأول. الماركر عارفينه اللي بيمشي دوت اسمه ايه؟ ووك. الفنجان اسمه صوصر صوصر صوصر. اللي بيرسم دو. الحديقة باك باك. الشوكة فوك فوك. السحابة كلاود كلاود كلاود. اللي بياخد حمام او بياخد دش شاور. اللي بيطبخ كوك 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 كوك. الملعقة بيبي ما تتنقي صوتها خفيف شوية. صوتها بيكون ايه مشدود. سبون. القميص الموظف كلارك خدناها. القميص شيرت خدناها برضه. والمحفظة خدناها بيرس. والحلقة اللي هو العملة المعدنية زي الفضة زي الجنيه زي النص جنيه أو الحلقة أو المحفظة العملة المعدنية اسمها كوين. الولد اسمه بوي. هنا بيقول لي حط دايرة اسمع وحط دايرة. لما اقول لك سو دي سو. لما اقول لك يان دي يان. لما اقول فوت اهي. لما اقول كاو اهي. لما اقول شيرت اهي. ولما اقول فوك اهي. طب هنا هسمع قصة ورتب القصة زي ما احنا متعودين. Did you see the store? Thin clerk. She walked into a big blue shirt. هل رأيت الموظف الطويل والرفيع؟ هو مشي بقميص أزرق كبير. بقميص أزرق كبير. اللي هي كانت فين؟ اللي هي نمبر 1. نمبر 2. بول هاز ا سوسر ا فورك اند ا سبون. هي ايتس نودلز اون ذا مون. الواد بول ده معاه فنجان وشوكه ومعلقه بياكل مكرونه نودلز على القمر اهو. دي نمبر 2. لوك ات ذا يلو اند بلاك باسكت بول. Do you like to play in the yard with a ball? انظر إلى الكرة السلة السوداء والصفراء. هل تحب أن تلعب في حديقة الغريب المنزل بالكرة؟ دي نمبر 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.